مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. كشفت نجمة سوشيال ميديا نوميديا العزول عن معاناتها داخل السجن، محذرة المتابعين من ارتكاب الأخطاء، كما تساءلت عن سبب لومها في هذا المقطع. هادي فوق هاد لا كيسيون لازم ندير ان فلوغ ولا عفسه هكذا باش نقدر نجاوبكم عليها، باش نقدر نقول لكم، باش نقدر ننصحكم. بالك فيت اتونسيون، شوفوا سي لا بيغ بلاص في هاد الدنيا، كاين الحبس، كاين المرض والحبس والموت. دونك فيت فريمون اتونسيون، المخدرات الحاله شوفوا نفهمكم عفسه ما يولوش اللور. عندنا قانون صارم والقانون على الجميع و فوالا، الحمد لله بانت براءتي. سي تري تري ديفيسيل ما نكذبش عليكم، سورتو كي تكون ما درتش تما تسيد فهمي، انا سمع على باليش واش صرا ليش واش كاين. الحمد لله عندنا عداله وبانت براءتي، وهذوك 7 شهور راح نحكيهم في كتاب، ما نقدرش نحكيهم هكذا. دونك مانيش حابه نزيد نعاود ندخل في هاد لي ديتاي، كي نهضر عليها قلبي بدا يضرب. دونك سيفو بلي خلونا مع هاد لي كيسيون بليز، لا تحبوني. وي كان جيتي كي كنت صغيره شويه بلو جون كو سا. انا كبرت وجاك فيك ما كبرتش، شغل الاخطاء اللي نديرهم كاع الناس تسمع بيهم، تما كاع الناس يديروا اخطاء في حياتهم، هذاك هي اللي تكبرهم. انا ترمو كبرت في لا تيلي، شغل صافي لونطون وانا يا معروفه ايتو، شغل الاخطاء اللي نديرهم تسمع بيهم كاع الناس. و اي سا سامفي شي جو دي مي الناس كاع تغلط، علاش انا كي نغلط كاع الناس تلومني. دونك دوكو باغ اكزومبل كي شوف لي فيديو تاعي كي كنت صغيره في لي زيميسيون اي تو سا، كنت بزاف خفيفه، نهضر نيمبورط كوا دي تروك كوم سا. تسمى كاين زعما هكا دي باساج دي ميسيون هكا، نقول علاش راني نهضر هكذاك. ابري فوالا الى فالي دو سا، باش يفو اتر جون اي فو بور اتر فيو اي ساج، كان لازم لي كاع هذاك الشيء باش نولدو كاع عاقل. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.